أعظم الأوقات تنفق في تعليم الناس، ولذلك الذي يعلم الناس يا إخواني يصلي الله عليه وتستغفر له الملائكة حتى الحيتان في البحر. من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير، أو قال يصلون على معلم الناس الخير، حتى تعلم شرف التعلم والتعليم وإجابة السائل، وتعلم شرف إجابة السائلين الدال على الخير كفاعله. ربما تدور الإنسان على سنة فلا يوجد في الأرض من يفعلها إلا هو، فتجري الحسنات عليك وأنت لا تدري.